نهاري اليوم كما قلت نواصل الحديث عن موضوع ساعة عن امتحانات شهادة البكالوريا. نتمنى وإن شاء الله توفيق لكل إذن أبناء الجزائر في هذا الامتحان. حول التحضيرات له أسعد باستضافة سعيد أبو سعيد عضو جمعية أولياء التلاميذ. أهلا بك أستاذة، شكرا لحضورك. شكرا سعدية أبو سعيد. مرحبا بك سيدة سعدية أبو سعيد. إذن بكالوريا 2021 دائما للأولياء الدور الأهم في تحضير الطالب الممتحن خلال شهادة البكالوريا من أجل اجتياز هذا الامتحان على الأقل في ظروف نفسية تساعده على التركيز وعلى العمل. برأيك أستاذة في خلال هذه الظروف التي نعيشها، خاصة أنه فيه طريقة عمل جديدة في المدارس من أجل إتمام المقررات الدراسية، التفويج، أيضا كورونا التي لازالت موجودة للأسف الشديد، كيف هي تحضيرات الطالب الجزائري الذي سيقدم غدا إن شاء الله على اجتياز هذا الامتحان؟ تفضلي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تصويب فقط، أنا ممثلة عن جمعية مستقبل الشباب، أنا ناشطة تربوية. فعلا نحن في فترة يعني تاريخية، مش نقولوا فترة اضطراب ولا، تاريخية راح يثبت التلميذ الجزائري انه الاجدر وانه الاقوى وانه الاقدر. يعني بعد الضغوطات اللي تعرض لها الطالب الجزائري وتعرض لها العائلة الجزائرية والمجتمع الجزائري كذلك، ها نحن للمرة الثانية على التوالي يعني في ظل يعني اضطراب الوباء واضطراب الدروس واضطراب اكمال البرنامج والعتبه وما الى ذلك، ولكن الطالب الجزائري الحمد لله راه واجد الان، وواجبنا نحن كمجتمع او كاولياء انه نحاولوا انه ندفعوه بطريقه حسنه برعايه نفسيه بتوجيه احسن. غدا باذن الله راح يكون العرس تاعهم، نقولوا عرس لانه تعرفي احنا المجتمع الجزائري بالنسبه لنا الباك وكانه جيبي الدكتوره ما يحوسوش عليك، يقول لك مبروك يسكتوا، صح تجيبي الباك الولائم والاعراس والتليفونات ما تحبسش والى ذلك، يعني اول ما يقولوا الباك يبداو هذاك الضغط. هي فرحه في المجتمع تاعنا، هي انه يحسوا انسان انه هذاك الباك راح يوصلوا يعطي له نقله. نعم، ولكن بوابة. في نفس الوقت بوابه، لكن هذه كانت زمان، يعني الباك اصبح حاجه يعني ماهيش يعني بهذه الصعوبه، او هذا الشيء بالذات خلق ربما نوع من الضغط. هي صعبة أستاذة سعدية، الظروف، وعلاش الظروف مقارنة بالسنوات الماضية؟ ظروف استثنائية إن صح القول. استثنائية. أولا التفويج، التفويج هذاك واش عمل؟ عمل الأستاذ ضغط أنه لازم يكمل البرنامج في أسرع وقت. لازم يكمل البرنامج. كيف يكمل البرنامج؟ لازمه يقدم المعلومة سريعة، مش بالتطبيق وبالصبر وبأنه اللي عنده حالات خاصة راح يراعي ظروفه، اللي عنده نقص راح يراعي ظروفه. ما عندوش الوقت الأستاذ، يعني للأسف ما عندوش الوقت، راه مبرمج أنه يكمل هذاك البرنامج في وقت محدد. هنا بزاف من الطلبة ضاعوا، الناس اللي عندهم الذكاء تاعهم بسيط، اللي عندهم ما يفهموش بالحفظ، اللي عندهم مشاكل نفسية، هادو هما اللي ضاعوا. حتى الدروس الخصوصية مع ظروف الكورونا نقصت. هنا راح نلقاو بانه تكافؤ الفرص ما ولاش مليح في المجتمع. تعتقدين بانه هذا سيؤثر ربما على اداء الطلبة هذه السنة؟ مؤكد. يعني شفنا السنة اللي فاتت كيف كان الاضطراب النفسي كان أكثر من التحصيل الدراسي، يعني 9 المعدل وناس متفوقين جابوه 9، ناس كانوا يقراوا مليح جابوه 9، وكان يعني المجتمع تاعنا ما تقبلش هذاك المعدل تاع 9، ولكن هذو كانوا أحسن باك جاز على الجزائر أنا في نظري كمختصة تربوية، أحسن باك لأنه حطهم على صفيح تكتوني. يعني انك تكون مع الكورونا والدروس وما على بالكش وقتاش الباك يكون ما يكونش، في جوان، في ديسمبر، في سبتمبر، في كذا، فكانوا تحت واحد الضغط اللي غير طبيعي. كانت احسن فئه من التلاميذ او من الطلبه تاع البكالوريا كانت السنه اللي فاتت. لكن يعني نحن لا نستبق الاحداث استاذه، ويعني ما نظلموهاش في وجه الطلبه، نعلم بانه الطالب الجزائري على قدر كبير من الذكاء اكيد، وان شاء الله يجتازوا الامتحان بكل نجاح وبكل تفوق. اكيد. نعم نعم. نتحدث عن الاستعداد النفسي. الآن الكثير من الطلبة ربما كما تحدثنا في مواعيد سابقة يقضون ليالي بيضاء قبل الامتحان، وربما الأولياء ما يعرفوش يتعاملوا مع هذا، يعني مع ولدهم في هذه الظروف. ما هي النصائح ربما لتقدميها اليوم للأولياء بما أنك أخصائية تربوية؟ تفضلي. اولا اول نصيحه نقول لهم، عاملوا هذا الطالب اللي قدامكم، لا عاملوا وليدكم، انسوا بانه طالب. نعم. انسوا بانه هذا راح يجوز الباك. اولا الحنان في الدار، ثانيا الاكل الصحي،
ثالثا توفير الراحة، مثلا عندي أطفال صغار نحاول نضبطهم، عندي أمور تشوش في الدار نحاول نضبطها. الشيء الثالث اللي هو أهم 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 حاجة هو النوم، لازم يرقدوا بكري. يعني شوفي احنا عندنا يعني حتى ربي سبحانه خلقنا المخ ديالنا، المعلومة تكون في الذاكرة البسيطة، كيفاش راح تترسخ في الذاكرة المستمرة؟ بالنوم. النوم هذاك اللي على الأقل 6 ساعات، وهذا اللي ننصح بها الأولياء، وفروا لهم جو في الدار، أنه الأكل والشرب والنوم، هذو ثلاثة حوايج. خلاص بطلنا هذيك اللي احفظ وقرا وخلاص، غدوة الباك خلاص، غدوة بإذن الله نوضهم بكري، نحاولوا بقدر المستطاع ما يرقدوش، نحاولوا بقدر المستطاع ما يرقدوش في وقت اللي يجوا بعد الربعة، ولا ما قدرش يرقد 10 دقائق معليش، يكسر هذاك الضغط فقط. الحاجة اللي نحب نقولها للأولياء، كاين ثلاثة أصناف من الطلبة اللي راح يكونوا يبان لكم باللي عنده اضطراب. الحاجة الأولى بمعنى اضطراب، اضطراب الضغط النفسي، يعني الاضطراب هو نتيجة على الضغط النفسي راح تسبب له. أولا الحاجة الأولانية نشوف أنه الابن ديالي عنده غثيان، حاب يتقيا وما يقدرش حاشاكم، يدور في الدار بطريقة يعني غريبة عجيبة، هنا راهو عنده ضغط نفسي، راهو حاب يفرغ هذاك اللغط ديالو، ولا راهو حاس روحه ما وجدش روحه كما يلزم. نحاول نطمنوه ونقول له شوف قريت جبتو ما جبتوش الله يصحيح، نعم. كاين سيني الجايه وخلاص. هذو عندهم نوع من انواع الاضطراب لامتصاص ربما ذلك الشعور بالذنب المسبق، لانه الكثير للاسف من العائلات يحملوا هذا يعني الطفل اكثر من طاقته، وكانه كل الحياه مبنيه على انه هذا الطالب هذا الابن جاب البكالوريا او لا، وكانها نهايه العالم، وهذا ربما ما يجعله يحس بعقدة ذنب مسبقة، حتى لو كان محضر نفسيا كما قلتي ومحضر من ناحية التحصيل، ربما يخاف أنه ما يجيبش البكالوريا، وشفناها فعلا في الكثير من الأحيان طلبة متفوقين ولم يتحصلوا على شهادة البكالوريا لسبب أو لآخر، ربما حتى لسبب نفسي. أستاذة طبعا أنا مثل ما قلت لك احنا عندنا 3 ضغوط، ضغط المجتمع للباك عنده أهمية ديالو، بعبع كبير البعبع، ولا نعم. ولا يتحمر لي وجهي تبهدلني، نعم. خصوصا هذه الكلمة، ومن بعد عندك الضغط الأسري كعائلة، وحتى الضغط اللي بين الطلبة نفسهم، صحيح. يقول لك والله جاني خبر باللي راهو الموضوع الفلاني راح يطيح، يروح يركز على هذاك، من بعد يقولوا لا مجرد كذبة، فهذه الضغوط كلها راح تسيطر على هذاك الطالب بالذات. قلت لك نكمل لك في 3 ضغوط اللي تعرف بلي ابنك انه راهو مضطرب، وحاولوا انكم تستوعبوه. نعم. الاول اللي قلت لك يبقى يدور وحاب يرجع وكذا. النوع الثاني اللي تلقاه عنده سلوك التفادي والهرب، واش يدير؟ يجي راح يحفظ، بعد يقول لك انا نروح نطيب قهوه، من بعد يجي راح يحفظ يقول لك اصبر نروح نعيط لفلان، يجي راح يحفظ ماده بعد يقول لك خلي هذيك الاخرانية ويروح. هذا اكثر الناس اللي يضطربوا، ولما يوصلوا للامتحان ما يلقاوش رباحهم، واغلبيتهم اللي يكونوا ماشي موجودين مليح، اغلبيتهم اللي يكونوا ماشي موجودين مليح. هذا بالذات لازم نهضروا معاه، نناقشوا ونقولوا له روح خلاص، ما بقاش سي بون، روح يعني دير واش كتب، اكتب واش عندك، ما تحوش تفهم. النوع الثالث واخطر نوع هو اللي يولي ما ياكلش مليح، يشيانو صبي تحت عينيهم كحوله، ودائما سوايع يقضموا في اظافرهم، ولا يحركوا في رجليهم في كل وقت، في كل وقت ضغط مستمر مستمر مستمر. عندهم واحد الهرمون عندنا احنا ربي سبحانه خلقنا لما نكونوا متوترين يفرز في الجسم، صح يفرز باش ينشطنا. المشكله هذوك لما يوصلوا اول ما يدخلوا المؤسسة التربوية واش يصرى لهم لما يصيبوا هذوك اللي يقيسوا يشوفوا لهم هكذا يتستيو اسكو عندهم اجهزة ولا، الكورتيزول يطلع بقوة في الجسم ديالهم، يحرقوا كل الطاقة اللي عندهم، يوصل يتغم. توصل البنت تتغم، واش بيك واش صرى لك يا اخي، كنا داعمينك كنتي كذا كنتي كذا، علاش يتغموا؟ لأنه هذاك الضغط اللي كانوا في البيت، ومن بعد غير يوصل يشوف هذيك الأجهزة. ديك الاجهزه شتي ديجا حنا كيشوفوا كذا كيتجوزوا على الاخر، ومن بعد تدخل يقول لك ريح في بلاصتك، يعني نطلب من ربما هما هنا ايضا استاذ دور المؤطرين، نعم المؤطرين نعم راح نوصل لك، انا نكمل لك هذه فقط. اذا هذوك اغلبيتهم راح يحبط لهم السكر، تحبط لهم لاطونسيون، يتغموا، وحتى ولو تحطي لهم الورقه تاع الاختبار قدامهم مساكن تلموا العقل تاعهم راه مضطرب، المخ ديالهم ماهوش متغذي، الاكسجين ما كاش، يعني حتى انتم كصحفيين لما تكونوا مضطربين يقول لك لازم تنفس البطن، ابعث المخ كميه تنفس كبيره، عميق ابعث المخ كميه من الاكسجين. انا نقول للطلبه اللي راهم يسمعوا فينا حتى الاولياء انهم ينبهوا انه خلاص لقيت نفسي خلاص مضطرب وراني ندخ، تنفس البطن، نبعث المخ اكبر كميه من الاكسجين ونبدا نتكل على ربي. هادو لازمنا خصوصا دوكا، يا ريت لو كان نفصلوا في المؤطرين. نعم. في المؤطرين اولا هذوك عند الباب، انا شفت يعني في السيزيام سنه خامسه شهاده الابتدائي كانوا يبداوهم بالورد،
بالقطو حلوه منه هذيك جست صدقيني حتى ولا تبدو الكبير راهو فيها واحد الدعم النفسي ما القري يقول لك انا واش انا تشد ورده. اذا الحاجه الثانيه لما يدخلوا حاولوا انكم ما تخلعوهمش. تفضل يا بالقصرة بالاخر اروح نشوفوك ضايا انت ياك راك رايح شغلك رايح الطياره راك شغلك مسافر شغل. ما نحسوهمش بهذاك الضغط انه انت راك رانا نحرسوا فيك وكانك مجرم. نعم كانه حط التليفون حط هذيك حط هذيك كذا لا خلاص يتخلص كامل انت من الامور اللي راح تشوش عليك وانطلق بالعقل برك. ولما يدخل للقسم خليه يشوف اسمه بعقله يريح في الطاوله ديالو. ممنوع يعني في عندنا يعني في المجال التربوي يقول لك ممنوع منعا باتا انه استاذ يقف وراء ظهر طالب او قدامه. ممنوع هذه وللاسف هذا ما يحدث. وهذا اللي يحدث واش يصرى لما نكون نكتب ويوقف استاذ عندي ما يقدرش يكمل الكتيبه ديالو. وقلت لك هذاك النشاط الهرموني تروح الفكره تروح الفكره هذاك النشاط الهرموني راهو على بالك وكانه تتحرق يعني واحد الكميه من البروتينات من السكريات في هذيك اللحظه فقط بعدها يفشل يفشل. انا لما نشوف طالب قاعد هكذا ما نحاولش ندبن عليه كامل هذا ديجا راهو عنده هذاك الانغلاق. لما نشوف واحد داير هكذا كذلك بعد عليه هذا راهو على شفا الانفجار. ما تحاولش انك تقول له حط قدامك حط هذه واسي هذه. اذا نطلب من المؤطرين انهم يتعاملوا بانسانيه اكثر قد ما يقدروا. معليش نحملوكم مسؤوليه اكثر اكثر من اللي تقدروا. حاولوا انكم تستوعبوهم الضغط تاع العام اللي فات اللي ما قراوش مليح الضغط هذا العام مع الوباء الكامل الناس كانت تستنى في عتبه او ما لقاوهاش. فنحاولوا ابسط شيء انه هذو الخمس ايام نحتويهم ونتعاملوا بانسانيه خلوهم براحتهم هو فقط. عندك الامور القانونيه لقيتو يغش ترفد الورقه وتقول تفضل معايا. نعم ماشي شرط انه كامل القسم يسمع بانه واش راك دير واش راك كذا واش راك كذا. معليش واحد شفتو انا يتلفت يا طالب ارواح ديه برا الكولوار نبهو نعطيلو التنبيه ديالو ماشي شرط قدام الزملاء. نعم حتى العباره المعروفه دائما في الجزائر اي محاوله تعتبر تشويج استاذه ربما حتى هذه العباره تلعب كثيرا على نفسيه التلاميذ حتى انه يخاف يتلفت احيانا حتى لا يحسب عليه ذلك بانه محاوله للتشويج. بالضبط بالضبط. شوفي كل الامور شوفي كل الامور التربويه التعليميه التعلميه اللي فاتت شيء وهادو ما 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام حسب الشعب حاجه وحده. تعتقدين ربما بانه استاذه يجب اعاده النظر في تكوين الاساتذه المؤطرين للامتحانات؟ طبعا هذه من المفروض يعني دائما تكلمنا عليها وانه شوفي اي استاذ لازم يكون مكون نفسيا. علاش ما يفتحوش يعني تكوين للاساتذه مره على مره؟ حتى الاساتذه راهم محتاجين يعني دعم نفسيه، حتى هما محتاجين انهم يفهموا انفسهم. يعني انا لما نتكلم على المجموعه التربويه ونتكلم على الطلبه وحتى على الاولياء. لازم كامل يكون عندهم تكوين نفسي. لازم حتى الطلبه يعني عندنا كميه من البسيكولوج اللي راهم بلا خدمه. صحيح. وعلاش ما نأطروهمش لا يتم استغلالهم. نعم. معليش ماناش قادرين نوظفوهم ولا معليش ماناش قادرين، لكن في فتره الامتحانات سنه خامسه بيام والباك محتاجين الدعم تاعنا خصوصا في هذا. احنا الاولياء اصبحنا داخلين في البروغرام تاع التعليم. وليدي قريت هذيك ما قريتش هذيك ما خدمتهاش يا اخي حفظناها. حفظتيها انت ما حفظهاش هو، علاش كي تقصي فيه انت صح حفظتيها هو كان مخفي في بلاصه واحده اخرى. فاصبحنا كاولياء يدخل التلميذ يلقى يماه وباباه مجموعه تعليميه يعني يخرج من المدرسه يلقى مدرسه واحده اخرى وتسبب له ضغط واحد اخر. وخصوصا اذا كان هذاك التلميذ عنده عندنا انواع من التفكير عند اللي بالحفظ يحفظ لك كلش ويجيب لك نقاط بصح ما هو فاهم والو. وكاين اللي يفهم كل شيء بصح تحطي له الورقه يكتب لك كلمات مفتاحيه. صحيح. هذاك مد لك الصح وهذاك مد لك الصح. صحيح. كيف الفرق بين الاثنين؟ تفاوت في القدرات لدى كل شخص تماما كما لدى كل تلميذ. استاذه طيب الان تحدثتي منذ قليل انه في انواع من الاضطراب لدى يمكن ملاحظتها لدى تلاميذ. الان كيف يمكن للولي طبعا كما قلت تقديم الاكل والشرب والراحه الى غير ذلك، لكن كيف يمكن امتصاص هذا الخوف وإعادة الثقة بالنفس لدى التلميذ لأنه الثقة بالنفس مهمة جدا. أكيد. وأنا عندي ثلاثة أولادي جوزوا البكالوريا منها واحدة من الصم البكم. ما شاء الله. الله يسلمك. وحصلت على شهادة البكالوريا. أكيد حصلت وراي في الجامعة. نعم. إن شاء الله تكون قدوة لكل. صدقيني بالدعم. نعم. يعني كل هذا كان في الأول كان اضطراب. أنا كنت أم مضطربة. يعني بالنسبة لي التعليم هو تعليم ما كاش هضرة عندك باك باك. فلما فهمنا الموضوع بشكل آخر عرفنا كيفاش نتصرف مع أولادنا نخليهم الحرية. شوفي التحضير النفسي للطالب ما يكونش في هذا اليومين، الاحتواء النفسي ما يكونش هذا اليومين، هي من المفروض اول ما بدينا هي الباك يبدا من السنه الثانيه ثانوي. تقريبا نفس الدروس تكون.
فمن ثم نبدا نحضر فيه حتى لو يوصل لي السنه الثالثه انا وحدي كأم نعرف اسكو ابني هذا راه مؤهل انه يجيب البكالوريا ولا لا. لا اذا كان مؤهل مرحبا يجيب معدل مليح، لكن اذا كان ضعيف علاش نحاول اني نزيره ويجيب معدل اللي يروح به اي حاجه يتوجه بها هو ماهوش حابها. الحاجه الاولى اللي لازم يتفهموا الاولياء انه المعدل تاع البكالوريا ولا البكالوريا ماهيش هي المستقبل تاع كل طالب. ورانا نشوفوا ناس من التكوين دايرين مؤسسات كبيره موظفين ناس في الجامعه. صحيح. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بزاف من الطلبه جابوا الباك تاعهم وقراوا بعد توجه واحد اخر حسبهم الهوايات تاعهم، اللي هذه احنا ما ناخذوهاش بعين الاعتبار لما يبدا الطفل الابتدائي والمتوسط الهوايات تما تموت ندفنوها. وعلاش؟ ما عندنا رياضه، ما عندنا فنون، ما عندنا تكوين، ما عندنا حتى شيء. من المفروض انه يعني زمان انا كنت في منطقه نائيه في المناطق الداخليه كنا نقراو، فكانوا عندنا ورشات فيزياء في الكيمياء حتى في الصنايع كما نقولوا لهم، يكتشفوا المواهب تاعنا ينموها بجهه والتعليم بجهه واحده اخرى. احنا كاولياء واش ولينا؟ وليدي طبيب، كيفاش نقول له كامل طب دوكا؟ واللي راهو فاتح مؤسسه وراهو يخدم في ناس كانوا يعني في الجامعه وقراوا سنين في الجامعه وهو ماشي، هو كان خريج تكوين مهني وكون الشركه تاعو. اذا الحاجه الاولانيه لازم تقتنعوا بها اولادكم ماهمش يقراوا ليكم، هم يقراوا ليهم. الحاجه الثالثه لازمكم تعرفوا وليدكم هذا واش راهو حاب في المستقبل تاعو، واش راهو حاب في حياته. اغلبيتهم لما نسقسيهم واش راك حاب يقول لك والله ما على بالي، دوكا الشعب اللي واش يبعثوني والمعدل واش يبعثني. وهذه اكبر غلطه المنظومه التربويه تاعنا اللي راهي عاملتها، انه كيفاش طفل راهو في الباك وما على بالوش واش راهو حاب في المستقبل. كارثه عظمى. اغلبيتهم يوصلوا للجامعه يفشلوا وبعد يكثر الكوبياج ويكثر كذا ويكثر كذا، وهذا موضوع ثاني يعني لازمنا حصص وحصص وحصص باش نعالجوه اللي يبدا من الابتدائي. اذا الاولياء نقول لهم الابن ديالكم راهو امام يعني مسار سواء هاك سواء هاك، حاولوا تفهموا الظروف ديالو الاحساس ديالو هاد اليومين، استوعبوه هضروا معاه يعني ما تكثروش عليه ديجا الهضره بزاف، خلوه يحفظ يرقد مليح يوم الصباح كي يجي ما تقولولوش ورينا واش طاح واش ما طاحش، حاولوش تناقشوه واش درت واش ما درتش، اطولوا هذوك الاخرين وحطوهم معليش من بعد شوفوهم بعد 4 ايام 5 6 معليش. اول حاجه قولوا له جبتو ما جبتوش مازال سنين قدامك، حقق الحلم ديالك واش راك حاولوا تدخلوا ليهم، ما تحاولوش تدخلوا نفوسكم فيهم، ما تحاولوش تعيش وليدك انت واش ما عشتش، خليه يعيش حياته كيما حب. نعم. جاب الباك جاب ما جابش يروح توجه واحد اخر او يعاودوا. نعم، وقد شهدنا الكثير من الحالات اللي يعني ربما الخوف يبدا من الان بعد البكالوريا بعد ظهور النتائج، منهم من يحاول الانتحار، منهم من يهرب من البيت، وهذا ربما نتيجه ضغط نفسي بدا حتى قبل الامتحان. ساده اكيد، وانا كعضوه في جمعيه مستقبل الشباب اللي كنا هذا المجال اللي كنا نناقشوه، ناس بزاف يدخلوا في المخدرات، يدخلوا في ادمان الخمر، يدخلوا في الانهيارات العصبيه اللي كنا نحكموهم في الجمعيه يعني يخرجوا معنا لما يقول لك ما عمري ما وثقوا فيا، عمري ما داروا كونفيونس فيا والديا، طول عمري يقولوا لي يعني باسماء حيوانات ما نقدرش نذكرها، طول عمري يقولوا لي انت يا غبي، انت اللي حبطت لنا راسنا، انت كذا انت كذا. فلما ما جبتش الباك ديالي هنا حسوني وكانه العالم خلاص بهدلتهم وانا يا سبب يعني فضائح بالنسبه لهم. هنا يدخل الطفل في اضطراب، اما محاوله الانتحار واللي مش اي واحد يدخل في الانتحار باش يكون على علم الاولياء، حتى مجرد التفكير في الانتحار هو ليس امر سهل أستاذ. نعم، يعني الانتحار هذا الانسان اللي عنده ضعف شخصيه كبير وعنده اضطرابات مسبقه، ولكن انه يخرج طريق يعني بالمصطلح تاعنا انتحار بشكل اخر استاذ، انتحار انه يقتل نفسه، يقتل شخصيته، يقتل كل شيء ويتمرد على العائله تاعو. والسبب علاه تقولوا ما جبتش الباك، عمره ما كان يعني نتيجه مقياس للنجاح، للنجاح والمعدل عمره ما كان مقياس، خصوصا في منظومتنا التربويه. كاين ناس يحفظوا يجيبوا، ولكن تلقى الادمغه تاعهم فارغين. انا نشوف يعني شخصيات كبار جايب وعنده معدلات، ولكن لما تناقشيه تلقاي المخ ديالو فارغ. صحيح، وطبعا كما قلتي ليست نهاية العالم، والله عز وجل في النهاية يعلم لماذا كتب الأقدار والمكاتب. أكيد. لماذا هذا يتحصل على شهادة البكالوريا وهذا لا يتحصل على شهادة البكالوريا. المهم أنه الإنسان لا يخلط، وطبعا يواصل دائما العمل والسعي من أجل النجاح. الآن كنا نتحدث عن ما قبل الامتحان، الآن وصلنا إلى يوم الامتحان، ما هي النصائح التي تقدم اللي يمكن أن نقدمها للممتحن الآن لما دخل مكان الامتحان؟ كيف يبدأ الإجابة؟ كيف يعمل بطريقة منهجية من أجل تنظيم الوقت والإجابة، يعني تنظيم أفكاره؟
اولا نقول لهم روحوا بكري قد ما تقدروا. يعني انا ماذا بيا في السبعة وربع يكون في المؤسسه باش نتفاداو الازدحام المروري، نتفاداو اي مشكله تصرى في الطريق، نتفاداو كل شيء. انه روح بكري، معليش ما من الهوا، راه الشباب كينوض بكري هذا اليومين، معليش نريح مع مجموعه نتناقشوا في الموضوع هذاك، يعني نحفظوا فقط، ماشي نتناقشوا قال راح تطيح هذه ما تطيحش هذه، تطيح هذه ما تحاولوش تشدوا. الا شفتوا لوحكم تشتت الافكار احكم بلاصه وحدك وراجعوا واش تقدر تراجعوا. الدخول للقسم يعني نحاول الجلوس تاعي نصلب طولي كما يقولوا، حتى يعني هذه راح تخلي الجسم ديالك يفكر بطريقه صحيحه. الجلوس، التنفس، خصوصا التنفس، لما نستقبل الموضوع قدامي نقراه يعني بتروي، عندنا الوقت. فهم سؤال نصف الجواب. بالضبط، نقرا الموضوع الاول ونحطه بجهه، نقرا الموضوع الثاني ونحطه بجهه، ونشوف انا اكبر يعني الاجوبه انا نشوفهم كونشي، نحط ورقه المسوده قدامي، قال هذه نعرفها، هذه نعرفها، هذه نعرفها، هذه نعرفها، نروح الموضوع الثاني، هذه كذا 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 كذا، لما نشوف الموضوع اللي اقرب ليا قادر نبدع فيه، هذاك اللي نخيره، نطوي الاخر ما نحوسش عليه. خلاص نبدا. اذا لما نبدا في الموضوع نروح اللي نعرف لهم. خلاص انا متاكد من الاجابه تاعهم، نسبق فيهم الاجابات. نسبق فيهم بعد هالامور اللي شويه مانيش متاكد منهم او باش الوقت هذاك اللي بقى لك كله تاخذه فيهم. الحاجه الثالثه انه ما تمدش الورقه تاعك، خذ وقتك كله. عطاو لك 3 سوايع خذ 3 سوايع، عطاو لك 4 خذ 4، عطاو لك ساعتين خذ 2 سوايع، ما يهمكش الوقت تاعك كمله حتى لاخر دقيقه. ابقى عاود كوريجي، عاود صحح، عاود تنفس، استرجع المكتسبات اللي عندك. المهم ما تخرجوش حتى تكمل الوقت تاعكم كله، يعني هذا اهم شيء. الحاجه الرابعه اللي نقولها، اي واحد يتكلم معاكم ما تلفتولوش، راح يكون تشويش. اولا تشويش انه راح يطلبوا منك حاجه سياله كذا كذا كذا، كل واحد عنده ادواته ويقدروا يتواصلوا مع المؤطرين، هما اللي يدبروهم ستيلو اون سي جامي ما صابش. ولا ما تسمع لحتى واحد يتكلم معاك، حتى الاساتذه اذا جاك تقدر تقول له يا استاذ راك تسبب لي توتر، يا استاذ لما توقف راك تسبب لي توتر، وهذا من حقه، اعتذر منك يعني بسلاسه. نعم، يعني نحاول نتعامل باسلوب مهذب. يا استاذ والله راك كي توقف راني نتفرفش كما نقولوا حنايا، باسلوب مهذب فقط. حاجه ثانيه، يدوا معكم السوائل، الماء، حبه حلوه، اون سي جامي هذوما الناس اللي قلت لك السكر يحبط لهم، والاولياء ايضا وسائل الوقايه، ربما بما انه مازال الجائحه مستمره. نتمنى ان شاء الله الله عز وجل يرفع علينا الوباء ان شاء الله يا ربي والبلاء باذن الله. حتى وسائل الوقايه استاذه تعقيم طبعاً. ربما هي نتمنى انه تكون متوفره داخل غرف الامتحانات، لكن لابد انه تكون متوفره. من المفروض انها تكون متوفره، ولكن احنا ما نعتمدوش على حتى واحد، يعني السلامه تاعنا، خصوصا ساعات يعني شفنا في الباك انه واحد يعطش ولا يتغم يقول اعطيني القرعه ديالك. صحيح، ممنوع من عنبت ولا بديتها له ما زدتش تشرب منها، اعطيها له خلاص، يعني هذاك هو في حاله، ولا اعطيها له ما تحاولش انك تعاود تجيبها ولا لسلامتهم. الاكل برا على بالك حنا نعرفوا بانه لما يروحوا يجوزوا البكالوريا كامل ياكلوا برا، والاولياء ساعات يروحوا معاهم، يعني هي يعني جلسه ممتازه. صح انا كنت مع اولادي وكنت سييت هذه انه كيكملوا الباك يروحوا نفطروا مع بعضنا، ولكن الاكل اللي ناكلوه برا غير طبيعي، المايونيز وهذوك. نعم، غير صحي، غير صحي، غير صحي، وخاصة انه رانا في فصل الصيف والتسمم الغذائي يزيد. بالضبط، لازمنا حنايا نحاولوا كيفاش ولادنا يتغذوا غذاء سليم. الحاجة اللي أنا دائما نعتب عليها وعلى وزارة التربية، أنه الطالب بعد ما يكمل الفترة الصباحية يبقى برا يدور، وهما يتنقلوا خصوصا الأحرار. الأحرار على بالك مثلا واحد يقرا في، مثلا أنا بنتي تسكن في باش جراح، بعثوها لرويبة. يعني تخيلي هذاك الوقت اللي ما بين نقولوا كملت على 11 من 11 حتى ل 3 هي برا، والحراره مرتفعه، والحراره وما كاش وين تريح، ومناطق يعني بعيده. هادو الطلبه اللي يقعدوا ما بين الفتره الصباحيه والمسائيه برا، صدقيني غير يرقدوا تحت الشجر مساكن. شوفيهم يعني موقف، والله كانوا المساجد مفتوحين هذا العام، يعني ما شكيتش مساجد راهم مفتوحين. نطلب من الناس اللي يقدروا يوفروا مكان لهذو الطلبه، يا ريت في كل مكان، يعني هذه صدقه. صحيح. يعني صدقه جاريه جاري. هذه بالضبط اللي لازم ياخذوها بعين الاعتبار وزاره التربيه، وعلاش ما يخلوهمش يقعدوا داخل المؤسسه على الاقل، على الاقل يعني يحموهم، اولا يحموهم من العالم الخارجي ما على بالناش واش يكون، وثانيا هم يسيبوا بلاصه نقيه اللي يقعدوا فيها. نتمنى ان شاء الله انه تكون الجهات المعنيه في الاستماع اليوم
من أجل التكفل خاصة بهؤلاء الأطفال كما قلت اللي عندهم أوليائهم يرافقوهم للامتحان ينتظروهم. ناس تعبانين ماشي راكدين مليح. صحيح، لكن اللي يجوا من أماكن بعيدة وهم أمام امتحان إن شاء الله يتم التكفل بهؤلاء الممتحنين. طيب بعد الامتحان أستاذة، انتهينا من هذا الامتحان الخروج، في كثير من الأحيان يتم الحديث ما بين الطلبة ما بين الأطفال، كل يتكلم ماذا أجاب، هل الإجابة صحيحة، ما هي الإجابة، ماذا ننصح التلميذ؟ أنا نصيحتي ربما هذا يؤثر كثيرا على أداء التلميذ في الامتحانات التي تلي ذلك. أنا دائما نقول لهم ولكن ما عندهمش يعني هذا الصبر باش ما يشوفوش السيجي من بعد ولا ما يشوفوش الحلول، وهذا الشيء أثر على كثير من الطلبة، كاين اللي يحضر النهار الأول الثاني وبعد يحبسوا. وربما إجابته كانت صحيحة. بالفعل بالفعل هذا هو اللي انا المشكل اللي يطيحوا فيه، انه نهار الاول نهار الثاني لما يتناقشوا فيه يقولوا هذاك لا ما درتوش راك غلط، راك غلط في هذه، راك غلط في هذه، يصرى لهم انهيار يقول لك خلاص ما دام رحت لي الفلسفه ولا رحت لي الرياضيات ولا رحت لي العلوم على حسب الشعب تاعهم يقول لك خلاص انا ما نكملش. فتلقاي الايام الاولى اليومين الاولانيين المراكز تكون مملوءه بالطلبه، ولكن اليومين اللي يبقى ولا ثلاث ايام اللي يبقى اغلبيتهم يبوندوني خصوصا الاحرار. وما يدريه لعله ربما اجاباته كانت صحيحه بالضبط. تماما انا نقول لهم معليش خمس ايام كملوهم معليش، حاولوا انكم ما تناقشوش مع زملائكم مع عائلتكم مع اساتذتكم، تحاولوا وكذلك ما تدخلوش المواقع التواصل الاجتماعي اللي راح تشوش عليكم تعطيكم يعني تصحيح مش صحيح. اذا نقول لهم حاولوا انكم تطووا هذاك الموضوع خبوه معليش، ومن بعد عاودوا ارجعوا ليه لما ترتاحوا نفسيا وترتاحوا جسديا. هذا الشيء اللي نعتب عليه انه مواقع التواصل الاجتماعي تم يحطوا حلول، واحيانا الحلول مغلوطه تاثر عليهم، وكما قلت لك اغلبيتهم يبوندوني في الايام الباقيه. نعم. طيب استاذه، لو نتحدث الان ما بعد امتحان البكالوريا، انتهى التلميذ من امتحان البكالوريا، ماذا بعد؟ انتهى الامتحان اغلبيتهم راحوا هربوا لجداتكم، كل واحد عنده جده في مناطق راحوا هربوا لهم. يعني فرغوا دماغكم من المكان اللي يعني اللي عنده وين يروح، اول شيء حاولوا تخرجوهم وفروا لهم الراحه، خبوا لهم كل الادوات هذوك اللي عنده بيغو يحاول يطبقوه ولا يشوف كيفاش يدير له، ولا نحو لهم كامل اي حاجه تتعلق بالدراسه نحوها لهم، اي اسئله اي ضغط نحو لهم. اللي عندهم مناطق يعني يروحوا للارياف ولا يروحوا للبحر ولا عندهم يعني يروحوا بسرعه، حاولوا انكم تخفوا عليهم هذا الضغط باش ينساو الشيء اللي جاز عليهم يعني من انا نقول لك من السنه الثانيه ثانوي حتى لليوم اللي رانا فيه، نقولوا كملوا الامتحانات كملوا البكالوريا، ما نزيدوش نناقشوهم ما نزيدوش نعطوهم امل، ما نزيدوش نقولوا لهم لو كان ما تجيبوش او لو كان تجيبوا واش رايك في الماده الفلانيه خدمت فيها ولا ما خدمتش، ما نحاولوش نضغطوا عليهم على اي يعني ما تحاولوش كامل تناقشوهم نهائي، خلوهم يرتاحوا نحاولوا نكمل الادوات هذوك المدرسيه. يعني لما يروح اخر امتحان يروح كي يجي لازمك يلقى فرغتي الدار، فرغي له الاخر ديالو، افتحي له بدلي له الستاره بدلي له الغطا ديالو بدلي له كل شيء في البيت، وخصوصا الناس اللي عندهم الضيق في ديورهم واغلبيه الجزائريين يعني يعانوا من الضيق، بدلوا كامل الجو تاع البيت وفرحوا به، حاولوا تستوعبوه، جاب الباك مرحبا وقيمه الافراح والحمد لله، ما جابش الباك ديالو باذن الله قولوا العم جراح تجيبه ولا تروح تخصص اللي انت حابه. باذن الله نتمنى وان شاء الله التوفيق لكل الطلبه ان شاء الله عز وجل للجميع. شكرا جزيلا لك استاذه على حضورك معنا، تشرفنا كثيرا، وتحيه لك ولكل الاولياء. شكرا لك. مشاهدينا الظهيره تتواصل، فاصل قصير باذن الله ولنعود.